قلت له مش هربان من الضيعة بس خلص تعبت قال لي أرجع الضيعة هو قال لي صاحب الجندول اللي جاء دعنا عن بيك إذا باش نجع ببيروت مش دينا لك من أينت يعني اللي بيروت مش دينا شعلان النار والسكر المدر بور بيروت كان يفوت الترين لجوا يحمل بضاعة منه الترين ترين الفوكين عرفته انت مش عاية ماك الترين هذا يا حبيبي كنا سوق كميون هذا اول كميون عندي ريو انا شوف من لابوز هذا كنا كنت مجود داعي النهار اشتغل بشيء حاسي سايرة معها بسير ربك يا عالم كيف خلص منها بدون قتل وبدون ضرب وبدون قصص وحكايات يلا بخاطركم